السلام البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. في هذا الفيديو كما درت لكم جولة في بريمارك بالنسبة للمونطويات في ليفيست. الوغ ملي مشيت خديت شي حوايج، لقيت شي حوايج فيهم التخفيض وشي حوايج عاديين يعني ما مخفضينش، مي بغيت نشاركهم معكم. غادي نوريهم لكم بالأثمنة ان شاء الله، ربما يستافد شي حد الا ما خرج ولا هذا ومحتاج شي حاجة. غادي نبدأ. كما كتشوفوا انا حطيتهم هكا، ما غنوريكم بياسة بياسة باش نشوفوا الأثمنة. المهم كما كتشوفوا خديت تقاشر في هذا البرد هذا، انا خديت تقاشر غير الوالدة، هادو درجال مي المهم باش تسخن رجيلاتها. هادو تقاشر بثلاثة اورو مزيانين، خمسة فيهم البياسات، هادو ثلاثة ونص فيهم جوج مسخانين كما كتشوفوا، هادو بثلاثة ونص جوج مغلاض. هاد التقاشر هادو بثلاثة اورو فيهم جوج، هادو خديتهم لولد اختي. مهم جوج كتشوفوا في الفوتو هكا، جوج بيجامات بسبعة اورو، هادو بلا تخفيض يعني هادشي عادي. هادو اوسي فيهم خمسة نتاع لي بودي، مي ديالهم لي بودي نتاع الدراري ولا بيبي صراحة الله يعني مزيانين، كنصبنوهم ونعاودو ما كتغيرش. هادو بتسعود اورو، خمسة البياسات. هاد البيجاما اللي بغا يدير شي كادو في هاد البرد ولا ليه، هادي كما كتشوفو كتباع عندها تقشرات معاها، كتكون اومباليا ومعاها هذا العين. هاو ما غنحتاج نقول ليه مي اون بليس يعني. هادي هاد الكوفخي هذا ب 13 اورو كما كتشوف بلا تخفيض. هنا هاد القوميجه هادي شوفوا خديتها لراسي عجبتني بزاف، هادي عليها تخفيض، هادي كانت ب 13 اورو وانا خديتها ب 6 اورو. فوالا هنا فيها اليدين تقدروا تطويوهم في الصيف ولا تخليهم مطلوقين، مي انا عجبتني التوب ديالها رطيب. مي راه دايرين الصراحه الله حنا اونطوك، هادي دلييج، هاد بريمارك دلييج، دايرين فيها كاع القوامش سولدي، دايرين فيها بزاف الحوايج سولدي. هادي اوسي صيفية واخا دابا البرد، مي عجباتني وخديتها. نشوف الكميمات ديالها، هادي كانت بأونز اورو دابا دايرين لها غير بكات اورو. اوكي هاد لي بول هادو كيبطات نتاع الرجال، انا خديتهم حيت هبط المغرب ان شاء الله عن قريب في راس العام، كنوجد لي كادو تعرف ضروري. الوغ هادو كانوا دايرين بثمانية، انا خديتهم بربعة قطعت تيكيتات حيت غنديهم كادو، خديت انا ثلاثة استغليت الفرصة. زوينين تاع الرجال، كانوا بالالوان كاملين شي ستة الوان. هادو كولونات، كولونات للبرد، مي هادو ما مسولديينش بستة اورو، مي لافونتاج هادو عاد جابوهم هادي ميم با شي دو سومان، من الداخل كما كتشوفو سخانين. انا خديت الوالدة جوج لوينات، خديت لها الكري وخديت لها الزرق، وخديت لها معاهم هاد الكبيبطات هادو اللي تلبسهم تحت البيجاما يعني في هاد البرد هذا. كبيبطات سامبل ما غاليينش، دايرين لهم بكاتوغو. خديت لها في الكري وفي الزرق مع هاد الكولونات، يعني منادم كيلبسهم من تحت في البرد صراحة الله ما غاليش وزوينين. حتى هذا ها هو بكاتوغو. هاد الصباط اللي حمقني اللوينات ديالو، المهم هادو مسولدي، الثمن ديالو 14 اورو، انا خديتو بسبعه، خديت واحد للمغرب لختي وانا خديت 36 ليا راه لتحت. المهم وريتكم غير هذا اللي باقي فيه الثمن، صراحه الله زوين حتى ب 14 يستاهلها، مي انا خديتو بسبعه اورو. وهاد الجين هذا ما مسولديش، مي الثمن ديالو الصراحه عندهم جينات زوينين، شوفوا التوب كي رطيطب رطيطب زوين الصراحة الله. هذا ثمنه الأصلي بثمانية أورو، عندهم كاع اللوان وعندهم اللي بالصدف وعندهم غير اللي بإلاستيك اللي ما بغاش كاع السنسلة والصدف، عندهم اللوان كاملين ورطيطبين والصراحة. وسليم أنا خديت سليم بقولو ماما كيعجبني كنديرو مام مع دي غوب. فوالا كما كتشوفو هادشي اللي شريت هاد الساعة، نتمنى تكون استفدتوا ولو شيء بسيط. اللي بغى يمشي لبريمارك ولا اون ايدي ولا
محتاج شي بيجامات ولا هانتوما عرفتوا الاثمنه، والبيجامات كاملين هما اللي غلاضين هكا سواء في الكوفري سواء لا ديري لهم 13 اورو. المهم نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ومن هنا الفيديو اخر نتمنى تبقاو على خير وبخير. عجبتو القناه ما ينساش يتابونا ويدير لايك، ونتمنى تدعموني القناه باقا جديده. ومن هنا الفيديو اخر نتمنى تبقاو على خير وبخير. بسلامه.